مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتين. التغذية السليمة والصحيحة هي أنجح وسيلة للوقاية وللقضاء على المرض. ولما أقول تغذية سليمة يعني يكون عنا نمط حياة صحي وسليم بعيداً عن الحميات العشوائية والعوايد الغذائية الخاطئة. جسمنا بحاجة لعناصر غذائية عديدة، منها البروتينات، الدهون الصحية، النشويات والسكريات الصحية، طبعاً الفيتامينات والمعادن. كرمل هيك بهالبرنامج رح نتعلم كيف ننتبه على نوعية وعلى كمية الأكل اللي عم ناكله لنحافظ على صحتنا، وطبعاً الاعتدال هو الأساس. خلونا ننتقل مع بعض لحتى نشوف شو الأطباق اللي رح نحضرها اليوم. اليوم عندنا أول طبق دجاج ناجتس مع صلصة حمراء ومكرونة بالسبانغ والكريمة وسلطة الفاصوليا مع البطاطس. أول طبق رح نبلش فيه هو طبق الناجتس. ليش اليوم حبيت أعمل ناجتس؟ أولاً على دخول المدارس، الأمهات كلنا هلأ محتارين شو بدنا نحضر لأولادنا، شو بدنا نعطيهم أطباق صحية، إن كان شو بدنا نحضر لهم لما يرجعوا من المدرسة أو شو بدنا نحضر لهم ليأخذوا معهم على المدرسة. طبعاً نحن رح نتكلم كتير عن هالمواضيع مع بعض اليوم وخلال الحلقات الجاية كمان. والناجتس اليوم شددت عليه، حب نحكي عنه ونحضره مع بعض بطريقة صحية. ليه؟ لأنه بعرف قديش كل أطفالنا أول شغلة بيطلبوها وأكثر شغلة بحبوها هي الناجتس، الدجاج المعمول بطريقة الناجتس. وللأسف الناجتس اللي منجيبه من السوق الجاهز أو اللي منتناوله ومنعطيه لأطفالنا بالمطاعم أبداً أبداً منه صحي، أبداً أبداً منه نظيف. ليش؟ لأنه ما بيتحضر من صدر الدجاج، بيتحضر من للأسف البقايا تبع الدجاج. يعني لما نجيب الدجاجة ونحضر منها أطباق عديدة كل شيء بيبقى، إن كان جلد، إن كان ممكن شوية عظم رفيع بينطحن، وبيبقى شوية لحمة بس أو شوية دجاج منحطهم ونخلطهم مع بعضهم ومنحضر فيهم الناجتس. فهذا شيء أبداً مش صحي، هذا شيء أبداً ما لازم يتقدم لأطفالنا ولأولادنا. مشان هيك إذا أطفالنا بحبوا الناجتس خلينا نحضر لهم الناجتس بالبيت، ياكلوه بالبيت وما نحمره بالزيت. لأنه طبعاً صرتوا تعرفوا ودايماً بذكر أنه كل لما بدنا نحمر الأكل منكون عم نزيد عليه الدهون المشبعة وعم بيصير أبداً مش صحي. فخلينا نحضر الناجتس بالبيت على الطريقة اللي هلأ رح تشوفوها، وخلينا نحطهم بالفرن ونشويهم، وأنا أكيد أنه رح يطلع طعمهم كتير طيب، برضه حتى أطيب من لما يكون الناجتس من جاب من السوق ومتحمر بزيت كتير. وعلى فكرة الزيت لما يكون عم يستعمل بالسوق ما بنعرف إذا هالزيت، يعني لما ناخد لأطفالنا على المطاعم ويأكلوا هالناجتس أو أي حاجة تانية محمرة ما بنعرف إذا الزيت نظيف، إذا الزيت تغير ولا لا، بقاله كتير. كل ما تأخر الزيت وكل ما استعملناه كتير كل ما طبعاً الأشياء المش منيحة فيه زادت والسلبيات والسيئات زادت فيه. فجربوا حضروا عندكم هالوصفة، خليهم ينبسطوا فيها أولادكم، وكمان فيكم كونوا عم تاخدوها. يعني هلأ الوصفة اللي رح تشوفوها رح فيهم الأطفال اللي زهقوا من ساندويشات الجبنة واللانشن والبيض ياخدوا معهم مثلاً على المدرسة الناجتس اللي رح نحضره. مع هالناجتس رح حضر صلصة حمراء. ليش؟ لأنه عادة معروف أنه الناجتس منحضره مع بناكله مع الكاتشب، وأنا طبعاً ما بنصح أنه أطفالنا ياكلوا كاتشب بما أنه الكاتشب منه صحي أبداً. خلينا نشوف المقادير مع بعض، مقادير الدجاج، مقادير الصلصة الحمراء اللي رح تكون بديلة للكاتشب. نحن بحاجة لنص كيلو صدر الدجاج، كورن فليكس مطحون، بيض، دقيق قمحة كاملة، ملح، فلفل أسود، فلفل بابريكا. أما للصلصة نحن بحاجة لنص كوب بصل مفروم أو مقطع صغير، نص كوب طماطم مقطع صغير، نص كوب فلفل أخضر مقطع صغير، ملعقة صغيرة زيت زيتون، نص كوب صلصة الطماطم اللي هي عصير الطماطم، ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة فلفل أسود. أول شغلة رح ابتدي فيها هي رح حط الصلصة على النار، وبهالوقت رح بلش بتحضير الناجتس تنرجع نحطهم.
مساء الخير. مساء الخير استاذ نبيل. ازيك يا دكتوره؟ انا كويسه، انت ازيك؟ الحمد لله يا دكتوره. انا ليا كام سؤال عند حضرتك كده. بس بدي اطلب شلق الخضار والحاجات ديت. انا سمعتك وعايز عندي عايز عن حضرتك طبق سلطه ما يكون قليل فيه البوتاسيوم، يعني طبق سلطه قليل البوتاسيوم. ايوه يا دكتوره. حاضر اكيد. وفي سؤال ثاني لو سمحتي. اتفضل. البذور بقى اللي هي زي بذر التفاح مثلا دوت مسموح بيه؟ طب الجوافه والعنب والكمثرى والحاجات ديت انا ما اعرفش ايه يعني، فيها فايده ولا ايه؟ احنا بنرميها طبيعي، لكن ازاز لو فيها فايده تقولي لي حضرتك يا دكتوره. حاضر اوكي. شكرا. ميرسي كتير على اتصالك استاذ نبيل. طيب اول شيء خليني اجاوب عن البذور. البذور التفاح فيها فايده طبعا، فيها الياف غذائيه ومفيده جدا. وبذور الكمثرى نفس يعني تقريبا قريبه كثير من بذور التفاح، مفيده جدا. انما البذور اللي هي بتبقى حجمها كبير منا كثير صحيه، لانه ممكن اذا اكلنا مثلا اذا اكلنا قطعه وحده او حبه وحده مش مشكله، انما اذا كنا عم ناخد اثنين وثلاثه ممكن تكون عم بتسبب تسمم. مشان هيك انا ما بنصح فيها، بنصح لما بدنا ناكل بذور تكون بذور تفاح او بذور الكمثرى اوكي، بس مش البذور اللي بتكون حبه كبيره. اما كرمال طبق السلطه، هلا بعرف انا قلت لك يا استاذ نبيل من قبل انه اغلب انواع الخضار تحتوي على نسبه بوتاسيوم عاليه. هلا انا ما بعرف قد ايه درجه انه انت ممنوع تاكل بوتاسيوم لاي درجه، لانه في خضار قليله البوتاسيوم، في خضار متوسطه البوتاسيوم، وفي خضار عاليه كثير بالبوتاسيوم. فانا اللي بنصحك اياه يا استاذ نبيل انه تكون شوي عم تسلق الخضار على النار، يعني نحطهم شوي بالمي ولو خمس دقائق بس مش كتير، حتى تكون عم تخسر قد ما فينا نشيل منها البوتاسيوم. هيك تقدر تاكلها مع ترجع تحطها وتعملها على شكل سلطة. أي نوع خضار سلقته نسبة البوتاسيوم فيه رح تكون كتير خفيفة. فمنرجع منحطها بطبق ومنحط لها الليمون، منحط لها شوية ملح، منحط لها التوابل اللي انت بدك اياها لحتى تاكلها على شكل سلطة. فيك تنطرها لحتى تبقى باردة، ما تاكلها سخنة، حتى تحس فيها انه مزبوط هي سلطة، منا شي مشوي او منا خضار مطبوخة او مشوية. هيك بتكون عم تقلل كتير من نسبة البوتاسيوم اي نوع خضار عبالك تاخده. الصلصة تقريبا على النار، رح خفف النار تحتها.
استعملوا دقيق قمحة كاملة. وبتعرفي عيد اللحمة هيدا؟ ايه اكيد. اكلت كتير لحمة على العيد؟ اكلت قوارمة. ياي، يعني شو بدي اقول لك عن القوارمة؟ عشان هيك ما خبرتك قبل ما اكل. عم بقول اختفيت. طيب بابا، نشوفك بخير وبنسمع صوتك. ايه ان الله راد. ميرسي كتير على اتصالك استاذ زياد. أنا ميرسي لك. لكن كنت عم بحكي عن الكورن فليكس وعم بقول انه الاطفال واولادنا كثير بحبوه، بس بدنا ننتبه من شغله انه الكورن فليكس اللي عم نستعمله ما يكون غني بالسكر، يعني تتعرفوا اذا الكورن فليكس اللي عم بتجيبوه على البيت منه غني بالسكر، تتعرفوا اذا منه غني بالسكر بدكم تطلعوا على العلبه وبتكون تشوفوا على العلبة بكل 100 جرام من الكورن فليكس يكون في أقل من 5 جرامات سكر. يعني رح أرجع عيد، بالعلبة بيكون مكتوب بكل 100 جرام من الكورن فليكس بيكون في أقل من 5 جرامات سكر. يعني أنا الكورن فليكس اللي هلأ عم بستعمله لما جبته قريت عليه بيحتوي على 3 جرامات من السكر بكل 100 جرام. يعني بكل 100 جرام من الكورن فليكس انا عندي هون 3 جرامات من السكر. هيك بيكون
نحن عم نستعمل كورن فليكس صحي ما فيه كتير سكر، لأنه أكتر شيء خطر بالكورن فليكس هو السكر الموجود فيه، الباقي بيكون فيه بيكون مدعم بالفيتامينات والمعادن، وهذا الشيء كتير مفيد خاصة للولاد للأطفال. لكن مثل ما شفتوا هاي الناجتس اللي عم بحضره بشكل صحي، دقيق قمحة كاملة، بيض وكورن فليكس. فيكم تستعملوا بدل الكورن فليكس البقسومات العادي ما في مشكلة، بس إذا بدنا نحولها شوي أكثر صحية ونستفيد من الفيتامينات والمعادن الموجودين بالكورن فليكس، فينا نستعمله لنعمل ناجتس. لكن أنا رح وقف هون، رح حط الطبق بالفرن. بالفرن بدهم تقريبا نص ساعة، منولع من فوق منولع من تحت، وقبل ما نشيلهم بخمس دقايق منولع من فوق. هلأ خلونا ناخد فاصل صغير ومنرجع لنكمل بقية أطباقنا.